وأكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الدعم الصادق للبرلمان الليبي في قيادة الحوار الليبي الليبي باعتباره السلطة المنتخبة من قبل الشعب داعيا مجلس النواب الليبي لمواصلة دوره في إطار اتفاق السخيرات من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. لقد أتينا إليكم اليوم للتعبير عن دعمنا الصادق لكم. ولدوركم في قياده الحوار الليبي الليبي باعتباركم السلطه المنتخبه من جانب الشعب الليبي وندعوكم والمجلس الاعلى للدوله في ليبيا الى ضروره مواصله دوركما في اطار الصلاحيات المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات بما يهدف الى استيفاء جميع الاطر اللازمه لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا تحقيقا لتطلعات الشعب الليبي الشقيق. كما ندعو من خلال منبركم هذا جميع الأطراف المعنية والمنخرطة في الأزمة الليبية إلى تغليب المصلحة الوطنية الليبية ودعم جهود استكمال مؤسسات الدولة اتساقا مع مبدأ الملكيه الليبيه للحل تحقيقا للهدف المنشود وهو عوده الاستقرار الى ليبيا الشقيقه